أنا معكم مستمعينا العزاز، ومن جديد كنرحب بكم. نتمنىكم يا ربي تكونوا بصحبتنا، ما سخيتوش بينا ومازالين مستمرين معنا في هذا البث المباشر. حلقتكم الأسرية لالة فاطمة مازالت مستمرة معكم، وملفنا الطبي كعادة كل يوم خميس كيكون تخصص أمراض العين، تصحيح النظر وجراحة العين، رفقة الدكتور محمد شهبي غني عن تعريف، دائما الكفاءة ديالنا الطبية اللي كنفخورين بها. وتحضر معنا كعادة كل يوم خميس دكتور، شرفتينا. صباح النور. صباح الخير، هذا شرف لي أنا اللي كنكون هنا في هذا المنبر اللي كتعطونا هذه الفرصة باش نتواصلوا مع المستمعات والمستمعين ونفيدهم على قدر ما استطعنا ياك دكتور، ونصحوا بزاف المغلطات وأخطاء تتكون شائعة كثيرة وما علاقة لها بشق طبي، وهذا هو الدور ديالنا، هو نشر التوعية بطبيعة الحال ياك دكتور وتوجيههم في اتجاه صحيح. من بين الأسئلة اللي كتوصلنا ودائما في شق التوعية والتوجيه الصحيح من عندكم دكتور محمد شهبي مشكور، جونا واحد الأسئلة حول زراعة العدسات. تعرفوا أنه دابا في تصحيح كاين يعني زراعة العدسة، فتقول لكم اللي كنديروا العدسة تولي طونسيون تطلع، هل من علاقة ما بين العدسة وما بين الضغط دكتور؟ هذا خطأ، لأن بحال المسألة ديال الناس اللي كيكونوا كيستعملوا عدسات لينة سنوات طويلة وكيولي عندهم تأثير ديال هذوك العدسات، ملي كيولي التأثير عاد كيمشي يدير تصحيح. ملي كيدير تصحيح الطبيب كيشتغل في واحد العين ليها منهكة، الدمعة ديالها منهكة، وكتكون يعني بعض الأعراض اللي كتكون ثانوية بسيطة، ولكن بحال مثلا حروشية العين كتدمع كيجي الضبابة مرة، ولكن كيدير على حساب العملية، ما كيديرش على حساب أنه جاء بواحد نوعية الدموع منهكة. هذه بحال المسألة ديال العدسات اللي كنزرعوهم، ما خصناش نساو بأن لما كنزرعو العدسات كنزرعوهم الناس اللي ممكنش ندير لهم تصحيح باللازر. شكون الناس اللي ممكنش ندير لهم تصحيح باللازر؟ يا إما القرنية كتكون السمك ديالها ضعيف، أو كتكون محتمل أن يكون فيها مرض، إذا ما نقدوش نسوها باللازر، إذن أو كيكون قصر النظر حاد جدا. الناس اللي عندهم قصر نظر حاد فهما مهيئين لبعض المضاعفات. هذه المضاعفات منها انفصال الشبكية ومنها الضغط ديال العين. الضغط ديال العين ممكن يجيهم بدون هذيك العملية، ولكن بما أنهم من اللي كيكونوا جاو عند الطبيب كتكون مثلا 16-17 وكان نديروا العملية كان عطوا لها كورتيزون، كان بعد كتكون لكانت العين مهيئة باش تطلع لها التونسيون غتطلع لها التونسيون، ماشي لحقاش دارت العدسة ولكن ما تحملاتش هذاك الأدوية اللي كيتعملوا، ولكن كانت غتوصل للتونسيون. يعني الأرضية ديال القرنية المشكلة، إذا الناس اللي كيكون عندهم قصر النظر حاد راه كيكونوا مهيئين باش تكون عندهم لا تونسيون في العين، إذا ماشي العدسة هي اللي كديرها. أما العدسة التونسيون اللي غدير العدسة فهي كتكون حادة، يعني إذا كان مثلا الحجم ديال العدسة كبير على العين أو غرفة العين الأمامية ما كتكونش كافية فين غتحط العدسة، فكتطلع التونسيون 60-70 إلى درجات كبيرة، وكتكون هناك أعراض يعني مدوية، والطبيب كيضطر أنه كيحيد هذيك العدسة. أما ملي كنهضروا على الضغط اللي كيجي مزمن، كتكون الإنسان عنده مثلا 18 قبل العملية كتولي 21-22، من الأحسن كيعطيه الطبيب قطار وكتبقى مراقبة ديال العصب البصري إلى آخره. وهذه ما عندها علاقة بزراعة العدسة، عندها علاقة بأن قصر النظر الناس مهيئين تكون عندهم طونسيون في العين. هل الفئة المسنة كتكون أكثر عرضة دكتور في النقطة؟ هذا الصحيح هذا ما كيتدارش الناس المسنين، هذا الصحيح كنديروه يعني زراعة عدسة أمام العدسة الطبيعية، ما كنحيدوها حتى كنفوتوا 50 أو 55 سنة. إذا إذا كان الإنسان عنده أقل من هذا السن هذا كنخليو له العدسة الطبيعية وكنحطوا العدسة هذه اللي كنتكلموا عليها. أما المسن يعني بالنسبة للضغط ديال العين بصفة عامة بدون استعمال لا عدسة أو عملية، فلك الإنسان عنده واحد الأرضية بهذاك الشيء باش كنقولوا الناس بلا سكري. كاين أسر اللي كيكون عندهم الزرق، لأن الزرق فهو يورث، إذا كيقد يكونوا بعض الأفراد ديال الأسرة اللي عندهم هذا المشكل. طيب دكتور شكرا على الجواب، شكرا على التوضيح، ونتمنوا المعلومة توصل لكاع المستمعين اللي كانوا يسولون هذا السؤال. حنا دائما راه الإشارة مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم على أرقامنا ديال ستاندار اللي هي 0522-30-30-00 أو الرقم الثاني اللي هو 0522-31-33-33 برفقة دكتور محمد شهبي دكتور اختصاصي في أمراض العين تصحيح النظر وجراحة العين. طيب وشاهدنا ستاندار ياك دكتور كيف العادة، غنسلوا الرحيم غنسلموا على حبابنا اللي توحشونا ديروا واحد الدورة في المغرب اللي كاين وخارج المغرب، حتى بعد خارج المغرب اكيد جاليتنا اللي كنحيوها. غادي نمشيو فين حبيبتي سناء؟ غادي نمشيو علي من العريش، يلا غنبداوها بالعريش. مرحبا بك سي علي. شكرا بارك الله فيك. صباح النور. شكرا الاذاعه وكنشكروا البرنامج
والدكتور كذلك اللي كيتطوع وكيفيدنا وكنستافدوا الحقيقه منه كثير بزاف بزاف. شكرا اخي شكرا. الله العظيم اللي كنستافدوا وكنزور الاطباء وما كيعطيوناش هاد المعلومات. راه حتى انا ما كنعطيوش هاد المعلومات ملي كيكون عندي في الزياره. راه هنا لاقاش الفرصه كتعطانا الوقت فهمتي كتعطانا الوقت هنا في هذا المنبر هذا باش كنوضحوا. راه حتى انا ملي كيجيو عندي الناس الزياره واخا كنحاول نعطي الماكسيموم مع الاسف دائما المريض كيبغي الوقت اكثر واكثر واكثر مع الاسف. خاص الواحد يفو لا جيستيون دو طون يكون عملي لانه كاين بزاف ناس كتسنى ياك. تفضل خويا علي تفضل. دكتور عندي انا عندي العينه هاد اليمين فيها مشكل والعينه هاد اليسار فيها مشكل. نبداو باليمين عندي فيها ديك الذبابه الطائره العنكبوت. نعم. وحقيقه ندوز عند الاطباء كيقولوا لي ولف بها ولكن انا صدفه واحد الكتاب صبتو في الرباط قريته مؤلفه واحد الدكتور امريكي ومترجمه واحد الدكتور لبناني كيقول هذيك الماء الزجاجي اللي كي ملي كينشف كنقص منه واحد اسيد هيالورونيك وكيتكمش وكيبقى كيبقى يدخل الاشعه وديك الاشعه كتعطي الظل كيعطي ديك الاشكال اللي كيشوف الانسان. المهم كيقول لك اودي كاينه في امريكا هذا هو كاينه واحد المكمل غذائي هو كيعطي ديك اسيد هيالورونيك هو اللي كينقص ملي كينقص من الماء الزجاجي وكيعطي ديك الاشكال مازال ديك المكمل الغذائي هنا في المغرب ما كايناش. دابا هاد الفكره هادي فيدنا فيها الله يخليك. هذا من جهه. عندي العينين ديال الشمال كنت عملت العمليه على جلاله والعمليه ما نجحتش والعينه غدا وكتضعف غدا وكتضعف. المهم كنسوم كندوز عند الدكاتره ما كيهتموش بديك العينينه كنقول لهم دكتور شوف هادي راه هي غدا المهم ما كيعطيوها شي وقت مره كيبقاو يهتموا بديك العينه اللي كنشوف بها شويه كنشوف بها وفي هذيك العنكبوت. وهذا موجه الاسئله الله يخليك الله يرحم سيدنا الله. كيفاش ما نجحاتش ما فهمتش؟ هذيك العينات الشمال اللي دفع ليها العمليه على جلاله وجلاله ما نجحتش. المهم كنزور الاطباء كيعطوني البوماده. لا كيفاش ما نجحاتش؟ بغيت نفهم اشنو ما نجحاتش؟ واش وقعت فيها شي مضاعفه؟ كنشوف شي بها كنشوف بها شويه. لا كنتي كتشوف بها قبل؟ كنت كنشوف بها تقريبا شي ثلاثه ولا اربعه دابا بقيت كنشوف غير شويه كنشوفها الضو. لا ولكن الخضوريه الحموريه الخضوريه صافي الكحوليه ولكن ما كنفرش ما فيها لا طونسيون لا مشكل الشبكه لا لا فيها. وكنقول لهم شوفوا لي واش فيها الشبكه ولا شي حاجه يقول لك لا ما يمكنش نشوفوها ما يمكنش. المهم بالنسبه للمياه الزجاجيه هذيك مساله عاديه انها كتفسير هو هذاك عده مرات كنفسروا بان عندنا واحد المياه الزجاجيه اللي مع مرور الوقت كتجف شيئا ما وهذاك الغشاء ديالها فهو غشاء كامل كيبدا كيتقلع من الشبكيه. هذاك التقلع ديالو من الشبكيه فهو في الفترة اللي كيكون كيتقلع كيقدر يدير لنا بعض المضاعفات بعض الناس. ولهذا فاش كنقولوا الناس إلا بانت لهم بحال ديك الذبابة كنقلبوا لهم الشبكة وملي كيقلب لهم الطبيب الشبكة كيظنوا بأنه الطبيب كيقلب الشبكة باش يفهم هذيك المسألة ديال الذبابة علاش كاينة. دابا حنا كنعرفوها بأن راه مياه زجاجية غير ملي كتبدا تقلع كنخافوها تقطع الشبكيه ودير لنا مشاكل اخرى وهي انفصال الشبكيه. ولهذا فملي كتمشي عند الطبيب كتقول له راه كيبان لي واحد الذبابه كيقلب لك الشبكه كيقول لك راه كل شيء مزيان ما كاين مشكل ولكن انت ما حلش لك المشكل لان كتبقى تبان لك هذيك الدبانه امام العين وكتاثر على الناس. اذا كون كان هذا المكمل غذائي فيه فائده او كيحل مشكل كل راه ما غيكونوش اقتراحات اخرى. كاين اقتراحات اخرى داروا اللازير لياك كاين واحد اللازير اللي كيشتت هذاك المياه الزجاجيه. كاينه لا فيتريكتومي يعني استئصال المياه الزجاجيه بطريقه جراحه في بعض الحالات ولكن فيها احتمال مضاعفات. اذا بما ان التدخل كيف ما بغى يكون فهو فيه خطوره على العين ما كنقترحوش وكنقولوا الانسان راه مساله عاديه لان هذاك الغشاء كله مع الوقت مع مرور الوقت كيقد ما يبقاش يبان لك. امتى ما يبقاش يبان؟ ماشي ما يبقاش عندك هذاك المياه الزجاجيه في العين ولكن ما كتبقاش في المحور ديال البصر.
يعني كتنزل تحت وما كتبقاش كتبالك في الحق البصري ديالك. اذا هذا هو الحل. كاين بعض الناس اللي كيكون مزعجه كثير ان ملي كتمشي عند الطبيب باش يعطيك حتى النظارات ما كيقدش يعطيها. في هذه الحالات كنديروا عمليه ديال استئصال المياه الزجاجيه وكيعملها طبيب مختص ديال الشبكيه ديال جراحه الشبكيه. اما بالنسبه لذوك المكملات راها كلهم هذاك الشيء راه الماركتينغ، مسائل ديال التسويق ديال المواد اللي ما غتعطيك حتى شي فائده. هذا هو المساله. اما بالنسبه للعين الاخرى مع الاسف كون قال لك واش كاين مضاعفات، واش العدسه ما تحطاتش، واش القرنيه فيها مشكل، واش عندك طونسيون في العين، باش نقدروا نعرفوا. ربما الاطباء ملي ما كيتكلموش معاك على هذيك العين لان ما عندهمش ما يقترحوا عليك. ملي كتجي واحد العين مثلا كتصغر او الحجم ديالها كيصغر او كتبان لك العصب البصري ما عندنا ما نديروا له او ما كاينش تدخلات اللي غنقدروا ندخلوا فيها، فكنقترحوا انما كنقول خلي هذه ونقابلوا لك هذيك العين الاخرى لان عندك عين وحده الا خليناها وكانت فيها التونسيون الا خليناها وفيها ثقب وطاح فيها انفصال شبكي الى اخره غنوليو بحال غندموا على ديك العين اللي هي كنا كنقولوا راه مزيانه خصها بالعكس. هذا هو هذه الطريقه الصحيحه ديال التعامل مع حالات بحال ديالك، هو يركزوا على العين السليمه اكثر من العين الاخرى اللي ما كاينش تدخل ما ممكنش يدير لها شي تدخل. طيب دكتور شكرا جزيلا على جواب، نتمنوا خويا علي يكون استفد والله يجيب شفاء يا ربي للجميع. مرحبا بكم معنا مستمعينا العزاز اللي حاب انه يطرح السؤال ديالو، وقعت له شي حاجه في هذا الاسبوع حاب يستشار مع دكتور محمد شهبي تخصص امراض العين تصحيح نظر وجراحه العين كذلك. مرحبا بكم على ارقامنا ديال ستوندار اللي هي 05 22 30 30 00، رقم ثاني ايضا اللي هو 05 22 غير هنا 31 31 00. مرحبا بكم معنا. غادي نمشيو ناخذ اتصال يونس من جديده. دكتور يونس صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بكم. مرحبا الله يبارك فيك. الحمد لله دكتور صافا كل شيء مزيان. الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا من جديده. الله يبارك فيك. انا كان عندي واحد المشكل العيني كي بعض المرات كيوليو حمرين بزاف كيحمروا ليا وكيولي فيهم العمش، يعني العمش اكثريه ملي كان في الصباح. كدير شي نظاظر؟ عندي ملي كندوز كيعطي غير نظاظر غير بروتيكسيون يعني. لكن واش كديرهم؟ لا كنديرهم مع البي سي. دونك ما كديرهمش دائما؟ لا ما كنديرهمش دائما. الغلط الاول. زيد النقطه الثانيه، كتخدم في البي سي؟ كنخدم في البي سي. وكتكمل بالتليفون في الليل؟ اييه. وبغيتي هاد العين ما تهضر، ما دير لافيته، ما دير لك اضراب، ما دير مطالبات، ما دير وقفات احتجاجيه، فهمتي؟ راه دابا خصك تفهم واحد المساله. ملي كتشري واحد السياره عندها واحد الخزان ديال البنزين كتعمرها بهذاك البنزين ايسانس ولا مازوت اللي عندك، وكتمشي واحد المسافه ديال 500 600 كيلومتر، غيخوالك هذاك البنزين، غتوقف السيارة غتمشي عند الشركة تقول لهم راه خوات هاد السيارة فيها مشكل. واش فيها مشكل هاد السيارة؟ ما فيهاش مشكل. لا تا عينيك راه ما فيهمش مشكل. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ عندنا واحد الخزان ديال الدموع، والدموع اللي كنتكلموا عليها راه خطأ الناس كيتصحابوا ذوك الدموع اللي كنبكيو بها وكيهبطوا جاريين في العين. الدموع اللي كيهبطوا جاريين راه ما عندهمش حتى شي فائدة. هذوك الدموع اللي كون كانوا كيفيدوا العين ملي كيبكي الانسان ما يحمروش له عينيه وياكلوه ويبقى يحكوهم. هذوك الدموع دارهم الله باش كينقيو ولا دخلت شي حاجه في العين. الا طاحت شي حاجه في العين مثلا شي جسم خارجي، دابا بحال مثلا حيوان بحال بقره او كذا طاحت لها شي حاجه في عينها باش غتحيدها؟ حتى لا ربي واحد السيستم هذوك الدموع كتسقي كتسيق ليها العين. اذا ماشي كيكون عندي العمش اللي كيكون هي راه شي. انا واصل نوصل لك بلاتي مازال ما وصلتش باش نفسر لك باش تفهم لي ميكانيزم. لما فهمتيش لي ميكانيزم غتقول راه كاين مشكل هنا. ما عندكش مشكل، المشكل هو انك كتنهك العين ديالك. كتستهلك واحد الخزان عندنا ديال الدموع اللي مازال ما وصلتش ليه. دابا انا كنهضر لك على الدموع اللي خطا الناس كيظنوها دموع، اما الدموع الحقيقيه فهي عندها واحد التكوين من ثلاث الياف تخوا كوش. علاش دار لها ربي تخوا كوش؟ لان بغى يرطب العين بالماء، ولكن الا كان داك الماء جاري غيتبخر بسرعه. اش دار له الله سبحانه وتعالى؟ دار له واحد القاعده علاش غيكون، هي الميوسين، وفوق من ديك القاعده دار الماء، وباش ما يتبخرش الماء دار واحد الماده دهنيه فوق منه باش يبقى معطل شويه.
بحال الريدو، الريدو خصو لاكريس ما خصوش الزيت، لاكريس ثقيل دونك كيتطلق بحال واحد ليزار ملي كنرمشو. هذاك ليزار كيعاوننا في النظر لا ما كانش كيغريسي العين وكيخلي الجفن كيهبط بسلاسه باش ما كتحسش بان الناس اللي كيكون عندهم خلل او كيكون هاد كيتبخر لهم بسرعه كيبدا يحس بحال عنده الرمله في عينيه، عينيه كيكونوا لاصقين كيحمروا كياكلوه. عده مرات كيجي يقول لك عندي الحساسيه، راه ماشي عينك كتحمر وكتاكلك هي حساسيه، راه ماشي بالضروره حساسيه، راه كتكون غير استهلاك ديال الدموع كتستهلكو بطريقه كثيره. علاش حنا دابا كنرمشو بواحد الوتيرة معينة كل دقيقة، ملي كتكون أمام الحاسوب كتكون كتركز كتنقص من ديك الوتيرة بما يقرب من تقريبا واحد خمسة المرات أقل، ملي ما كتبقاش كترمش بديك الوتيرة كتبخر هذيك الدمعة، ملي كتبخر كتولي عينك كتحمار. الإنسان اللي كيمشي للحمام كتكون الحرارة في الحمام كيتبخر الماء كيصبحوا عينيه معمشين. علاش؟ لان مشاتك الماء وبقات هذيك القاعده اللي هضرت لك عليها الموسين وهذاك الماء الزيتي اللي كيولي عمش. لان تبخر الماء وبقى لك على البقايا. اذا هذا الشيء كيعني انك كتستهلك الدموع ديالك بواحد الطريقه كثيره. اذا اللي عندك هو ضروري استعمله، اللي ماشي ضروري حيدو. النظارات ما كاينش نظارات الحمايه، الحمايه هما داك اللي ديال لا سودير ديال المطرقه اللي كيكونوا مسدودين في الجناب، يا اما محتاج النظارات يا اما محتاجهمش. واخا كتشوف مزيان الا قال لك الطبيب عندك نصف درجه او ربع درجه خصك ديرها من الصباح حتى الليل. علاش؟ كتكون اول العين كتشتغل بظروف احسن، ثانيا بحال الغطاء، الغطاء ديال شي طنجره ملي كتكون فوق العافيه الا حيتي داك الغطاء داك البخار كيطلع. دونك ملي كتحط هذوك النظارات كيعاونوك باش كتكون استقراريه ديال الحرارة في العين. النقطة الثانية ملي كتكون كتشتغل أمام الحاسوب باش بما أنك أنت غتبقى مركز وما غتبقاش ترمش بديك الوتيرة العادية، خص كل 45 دقيقة تسد عينيك 30 ثانية باش لا كومبونساسيون ديال هذيك الفترة اللي خليتيها كتبخر، بحال كتعطيها واحد وقت متنفس ترتاح باش ترتاح باش تخليها عاوتاني كتكون. وفي الليل ما تكملش بالتليفون وبالسماء هذا ملي كتقول لهم لا راه كيقول لك لا لا كندير التليفون على شويه شويه فوق بزاف ماشي شويه بوحدها، كون كان عارف التليفون بوحدو متفقين كتجلس واحد 6 او 7 السوايع او 8 السوايع امام الحاسوب ما بقى لك ما تشد لا تليفون لا تلفازه لا سياقه. هاد المسائل او كتعاون عاوتاني بشي كمادات في المساء، ولا كتاخذ بعض المكملات الغذائيه بحال الاوميغا 3 بحال البواسون الحوت حتى هو كينفع باش ديك الماده الدهنيه كتكون. واضح؟ طيب واضح اكيد واضح. شكرا دكتور على المجهود وعلى الاجابه، وحنا معكم دائما راه الاشاره مستمعاتي مستمعينا مرحبا بكم حيت انتم عزاز غادي نمشيو سريعا نستقبلوا مكالماتكم اكيد، وتنحيو كاع المغاربه فين ما كنتو. غننتقلوا دابا لمراكش دكتور، نزوروا ناس مراكش ناخذوا سي جواد. مرحبا بك سي جواد. مرحبا لاله، لاباس عليك؟ اخبارك سي جواد؟ كلشي في امان، كلشي بخير وعلى خير. تفضل مرحبا بك دكتور. الله يكبر بك. سميني سي عفاك غير الدكتور. الله يجزيك مرحبا سيدي. مرحبا. بالمناسبة هذه أول مرة نهضر قدر مع شي إذاعة. مرحبا بك سيدي. مرحبا. أنا فرحان على التجربة هذه. مرحبا بكم. دكتور على دير النظر على أساس عندي تشوف مشتت. نعم. شي مدة ديال شي شهر حتى شهرين دابا مؤخرا كنحس بعينيا بحال كيعياو. كنحس بعينيا كيعياو لأنه الخدمة ديالي كنوض النهار كله في الطريق. تسوق بزاف ولكن نضادر شحال هذه باش بدلتيهم؟ نضادر علي نعم. علي نعم. وشنو عندك الشوف مشتت شحال؟ عندك عارفتي شحال تقريبا عندك الشوف مشتت؟ ولا ما عرفتيش؟ لا لا. ما عرفتيش. لا هاد الأعراض اللي كتعطيني هادو عندهم علاقة بالنشوف، هي كتنشف لك عينك بالاستهلاك لأنك كتسوق بزاف. أنت بحالك بحال واحد اللي كيكون أمام الحاسوب. بحال بحال. لانك كتبقى تركز ما كترمش بواحد الطريقه، كتجيك ملي كتسوق واحد العدد الساعات كتجيك مره مره الضبابه وكتبقى ترمش عينيك. هذه كلهم علامات ديال استهلاك ديال الدموع.
اذا الجواب لا سمعتي الجواب اللي قلت للسيد اللي قبل منك بحاله غدير انت الكمادات في الليل ليه ولا لا فوطات في المدافي عفوطات عاديين في المدافي تعصرهم وتكمدهم مده ربع ساعه وتدلك الجفون ديالك ليه ولا لا فهمتي باش كتطلق ديك الماده الدهنيه وتاخذ الاوميغا 3 من لا بارافارماسي هادو مكملات غذائيه باش كيعطوك ديك الماده الدهنيه كتكون وتقوى وما تكملش ملي كتسوق 8 السوايع ما بقى لك ما تشد من التليفون يعني هذاك راه مشكل لان عينك استهلكتي ذاك الغيزيرفوار اللي عندك ديال الدمعه استهلكتيه في السياقه ما بقى لك ما تجي تحقق في حاجه اخرى داكو والضوء كيضرك راه من هذا التبخر ديال الدموع هما اللي كيخليك اييه كان واحد الوقيته ما كانش كنسوق بالليل زعما عادي جدا دابا مؤخرا هذا الشهر هذا غير داك الضوء الليل دابا الطوموبيلات الماده الدهنيه لان الدموع راه ما كتبقاش عندهم نفس المقاومه على الجلده ديال الجسم كتبقى بحال ديال 20 بحال ديال 40 بحال ديال 60 راه كل ما غادي في السن والنوعيه ديال المقاومه ديال الجسم كتغير داك شكرا بزاف مرحبا سيدي مرحبا الله يجزاك بخير معكم شكرا لك خويا جواد ان شاء الله ما تكونش اخر مره تواصل معنا وحنا فرحانين ما كنستقبلوا مكالمات جداد من مستمعين جداد غادي نمشيو دكتور فاصل قصير اعلاني ومن بعد راجعين غادي نكملوا تواصلنا معكم واستقبال اتصالاتكم خليكم معنا رجعنا معكم من جديد ما طولناش عليكم الغيبه ياك دكتور حنا راجعين كنا حماس نستقبلوا مكالماتكم اكيد وحنا فرحانين بكم بزاف صله الرحيم ياك دكتور تفرح ملي كيسمع اصواتكم دكتور محمد شابي غني عن تعريف مشكور من جديد دكتور اختصاصي امراض العين تصحيح النظر وجراحه العين كعاده كل يوم خميس برنامجكم الاسري لاله فاطمه غادي نمشيو دكتور نسلموا على حكيمه من جديده من بجات تكرمنا على تسنات مسكينه حكيمه لاله حكيمه صباح النور السلام عليكم وعليكم السلام حقروا عليك الله حكيمه من قبيله وانت كت ها حقروا لي بزاف الحمد لله انا ملي اول مره مرحبا بك مرحبا مرحبا بالناس ديال بجات ولا عندو القصد والله الا كان لا بوب ما دام نديرو كانت حتى قبل كانت قبل وعاود مشات ما تشدتش دكتور انا ما كنتش كنشوف مزيان عندي كنت ندير النظر ديال الفجأة داك الغلاط بزاف يعني كان عندي شوف نقص نعم درت لوبيراسيون في 2020 درت زراعة العدسة ممتاز درت العينين بجوج ولا عندي شوف مزيان من بعد جاني ولا عندي الطونسيون ولا كيطلع لي الطونسيون كنستعمل التقطيرة ديال الطونسيون غير باش بحال غير الوقاية باش مزيان باش مين درت الطونسيون ما يبقاش مزيان مزيان تجيني الضبابة كتجيني كنتي كديري العدسة قبل؟ لا ما عمري ما درت العدسه كنت كديري النظاظر كنت عندي غير النظاظر الغلاط شحال كان عندك في القياس ما عقلتيش ما بقيتش عاقله لا ما بقيتش عاقله حضرتي البدايه ديال البرنامج ولا لا ديال اليوم حضرت اليوم اشنو هو السؤال اللي جاوبنا عليه اليوم دابا جا في البدايه ديال البرنامج بدينا على هذه النقطه لا بدينا على هذه النقطه هذه لان الناس كيقول لك راه درت العدسه ولات عندي الطونسيون راه ماشي العدسه اللي درت لك الطونسيون باش مش كنعنيش انا في الطونسيون دابا الاشكال اللي عندي هو انه الضبابه ولات تجيني كثيره مؤخرا يعني هاد الاشهر الاخرى دابا انت في 2020 درتي العمليه ياك درت العمليه مشيتي عند كتمشي عند الطبيب كل سنه بعد لوبيراسيون مباشره جاني الطونسيون لا عرفتي وباقا كنستعمل تكطيرات بجوج كنستعمل تكطيره ديال الطونسيون وكنستعمل تكطيره ديال جفاف العين اييه ممتاز ممتاز وكديري التليفون والبيسي بزاف عندي خدمه هو راه هذاك هو اللي كيدير لك هذاك هو اللي كيدير لك الضبابه لان ملي كديري التقطيره ديال الطونسيون كتغير الدمعه هذاك الشيء علاش كديري هذاك المرهم اللي كيرطب وملي كتخدمي ساعات طويله في البيسي وكتكملي بالتليفون وتسهري راه كتمشي نوعيه الدموع اللي تكلمنا عليها من البدايه نوعيه الدموع راه كتعاوننا في الشوف دابا انت خصك كل 6 شهور كل 6 شهور خصك تمشي عند الطبيب ديالك باش يشوف واش كاين تغيرات لان من 2020 ل 2023 ممكن تكون عندك واحد ناقص واحد ولا ناقص 0.75 ماشي مشكل وعطاني نظاظر انا كنستعمل نظاظر خفاف ماشي بحال داكشي اللي كان عندك في الاول والاشكال عندي هو انه في العين اليمنى كنحس دابا بكثره حتى ديك الضبابه وليت تنحس دابا بالنظاظر كنت تنحس يعني براسي راني بخير وخا نحس بديك شويه ديال الضبابه وديك التهيجات في الضوء وكنت تنحس بهم مي دابا مؤخرا في العين اليمنى ماشي مؤخرا كنت تنحس بها يعني مؤخرا بزاف اشنو كيوقع لي كيوقع لي بحال ازدواجيه في الرؤيه يعني لا الا كانت ازدواجيه في الرؤيه خصك ترجعي
خاصك ترجع عند الطبيب ديالك باش يشوف لا تكون عندك بدات لك الجلاله. لقاش الجلاله الناس اللي عندهم قصر النظر راه كيجيهم الجلاله بكري. سمعتي لا حكيمه؟ سمعتك دابا تجيني كثيره. خاصك ترجعي عند الطبيب ديالك باش يشوف لا تكون بدات لك الجلاله هي اللي كتعطي ازدواجيه النظر. ودابا كوداك التغير ودابا هذاك التغير دابا ملي تنكون مثلا نشوف عادي حتى تيبانوا لي بحال خطوط بحال ما هذوك الخطوط مساله عاديه. هذوك الخطوط هذيك المياه الزجاجيه لان الحجم ديال العين اللي هي الزهريه كيكون حجمها كبير اذا فيها مياه زجاجيه كثيره اذا ملي كتبدا تجف كتبدا تبان هذاك عادي. دابا المساله اللي هو النقطه الاساسيه هو انك ازدواجيه النظر وكنتي كديري النظر وكتشوف هذيك العين حسن دابا مابقاتش كتحسن واخا كديري النظر اذا خصو يشوف الطبيب واش بدات لك الجلاله. الا كانت هذيك الجلاله كتزعج مزعجه راه كتحل كاين الحل ديالها. خص دابا الاغلبيه في اليمين دابا لان هي اللي عندي. حنا كنتكلموا على اليمنيه دابا المهم يعني ديما كتحسي بحال مثلا ما بينكم ما بين داك الشخص واحد الضوابط كثيره يعني دابا ترجعي عند الطبيب ديالك باش يشوف واش عندك جلاله. هذيك هي اللي غادي ربما غتفسر لك هذه النقطه هذه. راه السيده كتسناك انت في العمل ديالك. يلا تبارك الله عليك الله حكيم. شكرا دكتور سمح لي. مرحبا 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 حكيمه حبيبتي مرحبا. طيب غادي نمشيو دكتور نستقبلوا دائما مكالمات المستمعين ومعنا العنصر النسوي اكيد حاضر معنا لرقيه. مرحبا بك ولا تيمه سيده رقيه في مشيتي على لرقيه. طيب للاسف فقدنا اتصال مع السيده رقيه. غادي نعاود نذكر بالارقام مستمعينا الاعزاء دائما في بث مباشر من برنامجكم الاسري لاله فاطمه في ملفنا الطبي لحلقتنا ديال اليوم تنخصوا دائما الاجابات على تساؤلات المواطنين ديالنا اللي كيثقوا اكيد في الكفاءه الطبيه ديالنا دكتور محمد شبي مشكوره دكتور بالنيابه عن كل المستمعين ديالنا على ارقامنا المعتاده اللي هي 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33 اللي حاب نستشار معاك ياخذ راي ديالك ربما وقعت له شي حوايج هذا الاسبوع بغى يطمئن اكثر فمرحبا بالجميع. حسنه من الدار البيضاء السلام عليكم. حسنه عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور صباح النور لاله. مرحبا بارك الله فيك سيدي. نعم لاله. انا كان عندي مشكل ديال ديكولمون داغيتين. عندك لا فوق ميوبي؟ وي وي داكور. شحال كانت عندك في الميوبي؟ كانت عندي شي موان 4 شي فوق ميوبي موان 4 ماشي بزاف. دونك درتي ان ديكولمون دغيتين فتحتي عليه؟ درت لوبيراسيون دازت مزيان الحمد لله. ابخي بقيت ندير لي كونترول عند الطبيب. دابا هادي شي عامين توفى الوالد ديالي وبقيت كنبكي بزاف. ناط ليا بحال شي شحمه بيضاء فوق عينيا الداخل ما تتبانش هي مي ملي تينشفوا ليا عينيا بزاف ما تنقدرش نغمضهم تنحس بشي حاجه اشاك فوا تندير بعدا لي كوت تنديرهم بزاف كنتي يعني مع البي سي ومع الكوستا. كنتي كديري لي لونتي؟ كنت افون كنت ندير نظاظر من بعد درت لي لونتي واعوان. شحال من عام وانت كديري لونتي؟ واشي 5 بزاف. واشي هذه الحلقه المهمه اللي نقزتي؟ ماشي لحقاش بكيتي؟ وي ما عندها علاقه بالبكاء. داكور. انت باسكو سي لا كاليتي ديال الدمعه اولا كتغيروها بلي لونتي. دوزيام شوز الا كنتي كتخدمي في البي سي راه تكلمنا من البدايه على هذه النقطه هذه بي سي وكنكملوا بالسمارت فون وكنصوقوا الى اخره عندنا واحد الغيزيرفوا خزان ديال الدموع ما يمكنش غيبقى خدام 24/24 وملي كنخدموا قدام ان بي سي وكتكون العين ديجا هذيك الدمعه تعبتيها باستعمال العدسات اللينه بيان سور كتولي كتبخر بسرعه ما كتبقاش لا ستابيليتي ديالها بين لو كلينيومون اي لو دوزيام كلينيومون دونك كتولي كتبخر بسرعه. هذاك الشيء باش كتبداي تحسي بحال عندك شي حاجه في عينيك ما كتقديش تحليها كتكون بحال فيها الرمله كتكون العين لاصقه الى اخره. دونك خصك الطريقه ديال التعامل ديالك ديال مع البي سي اللي هو ضروري استعمليه اللي ماشي ضروري ما عندك ما ديري به. هذاك هو ديك الشحمه اللي ما تحيدش هذه قالت لي انا مشيت لدكتور كونفورت قالت لي زعما سي با لا بين لما كانت اولا كون كانت الشحمه اللي كتكلم عليها كضرك خصها تضرك دائما ماشي غضرك غير ملي كتكون العين جافه. ملي كتكون العين جافه راه الجفاف اللي كيضرك راه الجفن ماشي هذيك لان كون كانت هذيك راه هذيك اللي توجور لا دونك خصها تكون ال ديرونج طول طون خصها تكون اون بيرمانونس دونك بيسكو عير دو طون زون طون لا سي با هي راه سي لو بارامتر ديال الدمعه. اذا هذاك الشيء باش خصك لو ديفون ليكرون ديري ان فيلتر ديفون ليكرون
وكل 45 دقيقة تسدي عينك 30 ثانية ديري دي سوان دو بوبيير غير لي كومبليمون اليمونتير افيك لوميغا 3. Pour la correction des vues, vous conseillez de la faire ou la وخذرتي ديكور مونغريتي لا كديري لي راديو كتشوفي بوسيبل بيان سور ان ديكور مونغريتي ما كيكون اي كونتر عندك با باش ديري التصحيح. بارك الله فيك. مرحبا. شكرا لك حسنا حبيبتي على التواصل. بارك الله فيك. نهارك مبروك. طيب من حسنا غادي ننتقلوا للسلاح هذه المره دكتور، غادي ناخذوا سي نور الدين. صباح النور سي نور الدين، مرحبا بك معنا. بالأسف قدنا اتصال مع نور الدين. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، بغيتكم تصبروا معنا لأن كنضغط شويه كثير على ستانباغ، نعرف المحبين ديالك كثار دكتور. الحمد لله. محمد والله كثر المحبين ديالنا. الله يجعلنا دائما في خدمة المستمعين، اللي حاب أنه يتواصل اللي باغي يتصل يصبر معنا شويه على أرقامنا 0522 30 30 00، رقمنا الثاني اللي هو 0522 31 33 33. استقبال اتصالاتكم في هذا البث المباشر، حضور الدكتور محمد شهبي دكتور اختصاصي في أمراض العين تصحيح النظر وجراحة العين أيضا. دائما كنتقلوا في مختلف مناطق بلادنا وتناخدوا اتصال دكتور. يمكن رجعت معنا رقية، يلا ناخدوا اتصال رقية. السلام عليكم رقية. عليك السلام بنتي، بخير شخبارك؟ لا لبس عليك، بغيت نسول الدكتور على المرتع ولدي. مرحبا لالا، السلام عليكم. عليك السلام ولدي. نعم لالا. ولدي عنده العين اليمنية مشات ليها 2007. فين مشات؟ الشبكة، قالوا لي نات قلبت الشبكة، طاحت له الشبكة. طاحت له الشبكة. كان كيدير هو نضاد الغلاض. ايه دار نضاد ملي عنده 8 سنين، كان عنده دجاج غليظ. اييه دابا الان، ولكن عنده امراض مزمن. اه عنده الصرع، عنده ضيق التنفس. نعم. عنده امراض اخرين. نعم. ودابا ولي السرية قالوا لينا راه يدير الليزر، ملي مشينا باش يدير الليزر لقى الطبيب العروق هبطو وفتح ورد العروق، هادشي اللي قال لينا رد العروق من اللي سوريا اللي خدامه دابا شويه اليمنيه صافي. ودابا ديما كندوز ليه ديما عام لعام كنبدل نظاظر، وصل حد في نظاظر كيشوف دابا 2/10. ملي مشيت بدلت الطبيب ومشيت دوزت عند طبيب اخر قال لي راه عندي الجلاله خصو يفتح خصو يدير لها عدسه. ودابا انا ما عرفت واش ممكن يفتح، حيت هو قال لي الشبكه رهيفه. نعم. يعني بحال الا مريضه ولا معاك رهيفه جديد. رهيفه نيت. ودابا بغيت نعرف ولدي واش يقدر يدير العمليه واخا عنده هاد الامراض ولا لا؟ انا ما عرفت ولدي، حيره ما عرفت اش غندير. الا كانت جلاله راه خصها تحيد، ولكن غتحيد هذا يعني، لان انا ما حيدتهاش كتبقى غاديه وكتكثر، غادي وكتقصح، غادي وكتصعب. انا ما عارفش شحال، لان الطبيب شوف في طبيب واحد اخر ويقول لك، لان غيخصو يشوف هذيك الجلاله واش بدات كتعطل، واش يقد يتسنى شويه ولا ما يقدش يتسنى، لان ما خصناش نتسناو بزاف. فهمتي؟ بالنسبه للحاله ديالو هو، الى كانت الجلاله ما كديرونجيش يعني ملي غيقلبوا الطبيب غيبان له، واخا قد تكون الجلاله ما كديرونجيش نقدو نتسناو، ولكن إذا كانت الجلالة كتزعجلو الشوف من الأحسن تحيد. ولكن خصك ولكن عنده أمراض ولدي، أمراض مزمن، عنده الصرع. هو كيكون عنده ماشي مشكل، هذاك الشيء كلشي ماشي مشكل. راه الناس كاين اللي كيكون عنده كيدير الدياليز وكيكون عنده مشكلة القلب وكيكون عنده كيدير العملية. المشكل اللي كاين هو أنه هو عنده الشبكة ضعيفة. أول حاجة يشوفوا الطبيب الشبكة باش يحصل له هذيك العين قبل ما يدير العملية الجلالة، وما حد الجلالة ما كتيراش بزاف، لأن دائما كاين احتمال أن تطيح الشبكة. احنا عنده عوينة وحدة. دابا خصك تفهمي علاش الشبكة رقيقة، أنا نفسر لك فهمتي كيفاش. دابا العجينة كتعرفي العجينة ملي كتعجني بغيتي ديري الملوي مثلا، كتبداي تورقي هذيك العجينة ياك، كتبقاي تورقي ما حد كتبقاي تورقيها، كتضعف اش كيوقع لها من بعد؟ كتبدا تقطع ملي كتورقي هذيك العجينه، كل ما ضعفت العين اللي هو الانسان اللي عنده زجاج غليظ كتكون العين كبيره بحال عندنا واحد العجينه، وكنبقاو نورقوا باش كتولي العين كبيره بنفس العجينه، كنديروا عين كبيره، اذا كيكون كل شيء رهيف، كل شيء رقيق، هذاك الشيء باش عنده الشبكه رهيفه، لان عينه كبيره بزاف.
صغير عيني صغار يا ولدي. لا صغار كيبانوا من برا صغار يعني هذوك الجفون كيكونوا جفون اللي مغطيين العين اما لداخل العين كبيره فهمتي العين راه مغطيه راه كاين العظم كاين هذا ولكن الحجم ديالها كيكون كبير من الداخل ضروري نشوف ولدي دابا الطبيب ديال الشبكه يشوف ليها يشوف ليه بعدا الشبكه واش محصنه ولا ما محصناش نشوف ولدي واش كاين هنا فقادير حيت فانا كاين فقادير كاين عندكم فقادير الله كاين عندكم اطباء فقادير ديال الشبكه كاينين الله يرحم والديك مرحبا واخا تعطيني النمره ديالك ولدي غتوري ليا فين كاين انا ما عارف فين كاينين انا على راس العين واخا لاله رقي على راس العين غادي نرجعوك للستاندار اختي سناء الله يرضي عليك نتكلفوا ناخذ الرقم ديال اخت رقيه وغادي نمشيو ناخذ مكالمات المستمعين ديالنا معنا اتصال وزان دكتور ناخذ عبد الصمد الو سي عبد الصمد السلام عليكم وعليكم السلام سيدي مرحبا تفضل لاله بخير هنيه يبارك فيك سيدي مرحبا دكتور شبيه ومعك مرحبا بارك الله فيك دكتور سول الدكتور عندي عيني فيها الضفيره وملي تكون الحراره تاثر لي في عيني شنو زعما يمكن لي نعمل عندي الضفيره ديك الضفيره في عيني واش عندك الضفر الضفر في كل عين اي في كل عين بجوج من العين بجوج كبير ولا صغير نعم هذاك الضفر كبير ولا صغير لا كبير وصلنا للكحل وصلنا ولا وصلنا للكحل خصك تحيدو راه ما تخليش لان غادي يشتت لك الشوف اي دابا الحراره لا تاثر لي في عيني بغيت غير نسولك زعما الا واش يمكن لي نحيدو يحيد ما يزيدش يرجع ما الا حيدو لا قد يرجع يقد يرجع ولكن خصك تحيدو لحقاش دابا انت خليتيه يطلع غيخلي لك الاثار واخا يرجع طويله مده دابا 15 سنه يكون عندي الضفر اللي دايز في عيني اي ولكن طالع لك فوق الكحل راه غادي العين ديال اليمين طلع فوق الكحل بحال الشمال لا لا خصك تحيد هذاك اللي طالع فوق الكحل لان غادي يشتت لك الشوف واخا يقد يرجع خصك تحيدو اللهم تحيدو يرجع بعيد على الشوف ولا خليتي يأثر على الشوف يعني بالنسبة للعملية دكتور ما كاينش شي حاجة زعما صعيبة ولا حاجة ما سهلة شوف حتى شي حاجة ما سهلة وحتى حاجة ما صعيبة كل حاجة كدير بالقواعد ديالها والله هو اللي كيسر هذا واخا الله يجازيك كيبغي يشد الإنسان كيبغي يشد الإنسان الطريق راه الطريق فيها حوادث فيها مشاكل فيها كذا ماشي الانسان غا وقت ما يطلع في السياره ولا يطلع في الكار ولا يطلع غيبدا يستحضر كاع المشاكل ملي كتمشي عند الطبيب كتقول واش اشنو يصلح اشنو ما يصلحش اما تقول واش غيوقع مشكل قد يوقع مشكل حتى في الدار يقد الانسان يدخل عليه يتوضا في الحمام ويزلق ويطيح ويموت يعني مسائل يعني ماشي كنمشيو على عند الطبيب اللي خصنا لا عزرين يجي لا مضاعفات لا والو راه ما يمكنش فهمتي لا غايقول لك الطبيب لا ما كاين مشكل راه كيبغي يطمئنك اما هو توا براسه راه ما ضامنش راسه واش ذاك النهار اللي غايجي دير عند العمليه غايكون حي ولا ميت نتمنوا الله خير الانسان اللي كيدير داك الشيء اللي خصو يتدار بحال دابا هذيك العين اللي فيها الضفر الصغير ماشي مشكل ولكن اللي فيها الكبير خصك تحيدو دابا تشوف بالنسبه للشوف قيقل لي شي شويه وملي تكون الحراره تاثر لي على عيني ما نقدرش نشوف دابا لاقاش كيشتت لك الضوء خليتيه يطلع اختي خليتيه يطلع فوق القرنيه بزاف الاشياء دابا تشوف وغيخلي لك الاثار لكن طلع فوق الكحل راه غيخلي لك الاثار فوق القرنيه واخا تحيدو دابا العيني دابا اليمين اللي طلع لي فوق الكحل دابا ايوا هذاك خصك تحيدو وغيبقى لك يبقى لك الاثار يبقى الاثر فوق العينين هو بحال دابا الطبله كانت فوق شي زربيه ملي غتهز الطبله غيبقى الاثر ولا ما يبقاش؟ غيبقى الاثر بغيت على العين اللي ما تبقاش فيها الاثر الزربيه يبقى فيها الاثر الحيوط يبقى فيهم راه مساله عاديه ايوا نفس القواعد الفيزيائيه اللي كاينه فوق الارض واخا الله يجازيك بخير مرحبا الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير شكرا مرحبا شكرا لك سي عبد الصمد وغادي نستمروا دائما استقبال مكالماتكم مستمعينا عن نرجعوا لدار البيضاء دكتور معنا اتصال فاطمه السلام عليكم فاطمه السلام عليكم مرحبا حبيبتي الله يبارك فيك الحمد لله دكتورة مرحبا لاله مرحبا الناس ديال كازا مرحبا بغيت نسولك الله يجازيك بخير نعم لاله درت واحد العملية هادي شهر وسيمانة ديال اش؟ ديال العدسة درت العدسة ديال طونسيون لا العدسة ديال الطونسيون ما كايناش العدسة ديال الطونسيون درتي الجلالة وداروا لك العملية ديال الطونسيون بجوج ما عرفت قالت لي عندك شوية جلالة وانا ما كنتش كنحس بديك جلالة كاع المهم حيدتي الجلاله لا داروا لك العدسه اذا حيدتي الجلاله قالت لي حيدنا لك شويه الجلاله شويه لا كتحيد الجلاله كامله ما كاينش شويه نعم كيحيدوا الجلاله كامله ماشي حيدت لك شويه الجلاله قالت لي كانت عندك شويه الجلاله هكا شويه الجلاله وحيدتها ودات لي العدسه مزيان ايوا
ومن بعد الدكتور واحد 10 ايام كتشدني الدوخه اصلا من هذاك النهار اللي دار لي سمو العمليه شداتني الصحه كتشدني الصحه من جهه واحده قلبي كيبغي يسكت. لا لا ما عندها علاقه ما عندها علاقه لا بعدسه لا بعمليه لا والو. سيري عند طبيب القلب يشوف شنو المشكل عندك. مشيت عند درت تخطيط قال لي حتى حاجه ما عندك. لا ماشي عاد التخطيط اللي خصو يدير لك خصو يمشي عند طبيب القلب يدير لك حتى ليكوغرافي. ماشي عاد التخطيط يدير ليا التفازه. اي لان التخطيط راه ما كافيش. ديك الدوخه باقا كتشدني. دابا واش مشيتي عند طبيب القلب قبل العمليه ولا من بعد العمليه؟ لا من بعد العمليه. ايوا سيري عند طبيب القلب قول له راك فيها السخفه باش يدير لك ليكوغرافي باش يشوف واش القلب مزيان. الا كان القلب مزيان غيشوفوا لك مسائل اخرى. واش الحديد واش مسائل اخرى خصك تمشي عند طبيب عام ديك الساعه باش يدير لك فحوصات اخرى. اما العين ما عندها علاقه بلا بالعدسه ولا بالعين. الناس راه شوف الناس كندير لهم العدسه كيديروا الدياليز وكيكون عندهم كذا و90 سنه وكي عندهم دواء الطونسيون عندهم دواء القلب يعني ماشي العدسه عادي. هذا عادي يعني عادي عادي جدا. كنشوف بحال كتشوف لي واحد العين بوحده وحده. راه ماشي العدسه اللي دار لك المشكل. ياك كتشوفي بالعين مزيان كنشوف بها ولكن بعض المرات كطيح لي على الضباب. ولكن بعض المرات كتشوفي بها مزيان وكتلوح لي واحد العمشه. العمشه ماشي مشكل. ياك ماشي مشكل وبحال كيمر لي فيها شي حاجه بحال شي حجيرات. حجيرات هذاك الشيء عادي. ياك والتقطيره اللي عاطينك ديال الطونسيون كديريها؟ كنديرها. راه ربما هذيك التقطيره حتى هي دير لك الدوخه باسكو كيكونوا دي بيتا بلوكون. دابا راه بدلاتها ليا ولكن باقي نفس المشكل. لا دابا لاقاش التقطيره الا كانت كديرها كاين بعض التقاطر كاثروا على الضربات ديال القلب. فهمتي خصك تشوفي مع طبيب القلب حتى هو باش تفسري لي هذه النقطه هذه. ماشي مشكل زعما العدسه عدسه زي خير فيها. راه كتسلم عليك راه قلتها لك قبيله قلت لك العدسه ما ديرش لك هذا المشكل. لا راه مرعبه منها والله. والعدسه دابا انت تخلعتيها من العدسه راه ماشي راه ماشي عاد الطبيب حط العدسه غيكون كل شيء. راه اي حاجه ممكن توقع عليك في الذات ديالك ما عندها علاقه بالعدسه. العدسه راه كيديرها الملايين ديال الناس في الارض. وهذا التوتر اللي زاد عليك فاطمه. لا خصها تعرف السبب لا كتحس بشي حاجه خصها نقلبوا السبب ولكن ماشي العدسه. ما كنعس لا ماشي العدسه ولا ما كتنعسش راه تكوني فيك السخفه. انا لما نعسش نهار راه غيجيني السخفه في غيكون التوتر. التوتر فهمتي. شوفي بعدا طبيب القلب باش من هذا لا كان طبيب القلب درتو. اذا كان شي ماشي التخطيط كنقول لك ليكوغرافي ماشي التخطيط. التخطيط راه ما كافيش. ديري التلفازه حبيبتي فاطمه وطمئني حيدي الشق العضوي والنفسي ريحي راسك. هادشي اللي كان من بعد لما لقى والو طبيب القلب سير عند طبيب عام باش يدير لك فحوصات اخرى. ربما يكون عندك الحديد ناقص ربما ربما مشكل ديال المصارن ربما كاين الناس اللي كيكونوا عندهم العصب معصبين فهمتي. ولكن خص عندك الدوخه ماشي عاديه راه كتخبط لي راسك. حنا ما كنقولش لك ما عندكش الدوخه انا كنقول لك العدسه ما ديرش الدوخه. وخاش غير يدير ليا شي حاجه في ديك العمليه وليت مشكوكه والله يتلقى صميم. هما دابا الطباره دائما كتشكو فيهم ولكن ما شاء الله. الطباره لاقاش ما عندهم ما يدار غيدير لك شي حاجه ماشي هي هذيك. لا زعما شي غلط ولا ماشي غلط. انت كتشوفي بالعين وكاين الغلط. لا كاين الغلط راه ما تشوفيش راه العين مفضوحه راه ما فيها ما راه ماشي مصرانه زايده ولا راه باينه كتشوف لا ما كتشوفش. ما كتشوفش راه كاين مشكل. عاديه واخا كتهيني بابا كتجيك مره مره. الا كانت العمليه ما نجحاش بحال البوله كانت محروقه غتشعل مره ومره تطفى. لا ايوا البوله عندك راه كتشعل مره مره كتطفى. طيبة فاطمة حبيبتي شكرا جزيلا لك. نتمنى تكوني ارتحيتي وطمأنيتي. أول خطوة نديرو التلفازة ويجعل الله الخير. غادي نمشيو ناخدو اتصال زهور دكتور مقودي مفكاز. صباح النور زهور. صباح الخير لالا كنشكر الدكتور الشهبي على هذا البرنامج وانت سمية الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا لك لالا. شكرا مرحبا لالا زهور. شو الله يجازيك بخير اسيدي. أنا دابا ندير العملية درت داك هادي على الجلالة هادي في مارس دابا مارس نكمل عامين ولكن ملي درتها بحال شويه وبحال طلعت لي الضبابه مابقيتش نشوف بحال كيما كنت بالاولى ملي رجعت عند الطبيب وداك الشيء ويقول لي الضبابه هذه راه عندك الضبابه في عينيك. كيفاش عندك الضبابه في عينيك ما فهمتش؟ ما فهمتش انا جواب انا بحيث دار لي تقطيره وهربت. قال لك لا ما عرفت غيدير لي الليزر ولا جاك الشيء. وعلاش تهربي ما تهربيش خلي عينك خلي عينك لا شوفي خلي عينك عند الطبيب وعاد هربي. لا حيت قال لي غادي وانا الله دايره الحده الجلاله. سمعي 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 دابا ملي كنديروا الجلاله
كنحطها في واحد الغشاء. هذاك الغشاء كيكون صافي مع الوقت، مع الوقت بحال الضفار، شتي الضفار كيبقاو غاديين وكيطوالوا كتقطعهم، هذاك الخلايا كيبقاو يتزادوا كيضببوا لك هذاك الغشاء، ما كيبقاش صافي. هذاك الشيء باش ولات الضبابه، الضبابه ما جاتش في الاول، ملي كنفوتوا 6 شهور 8 شهور كاين الناس اللي كتجيهم كيدير لك واحد اللازر ماشي ديال الشبكه عادي كيحل لك هذاك الغشاء باش تولي تعاودي تشوفي. وانا سيدي خفت، دابا ولاو عيني عمري اللي بالماء، ما بقيتش دابا كنشوف هذاك الخيال. وفي الليل ملي كان دابا عيني عمري اللي بالماء، انا جالسون كنمسح فيهم وهذا. دابا الماء مساله اخرى، عاد باش تشوف لما كتشوفي شيء خصك ديري هذاك اللازر. اي دابا كنشوف، ما عندكش الثقه، ما عندكش الثقه في هذاك الطبيب سير عندك. وفي الليل كيضرب لي داك البرق بيض. سمعي سمعي على الزهور، واخا سيدي الله يجازيك بخير، غتمشي عند الطبيب اللي انت كترتاحي ليه. اي الله يجازيك بخير، غادي يقلب لك عينيك، غايقول لك هذا الغشاء راه خصو اللازر، كديري له اللازر بحال النقطه الاولى. الله يجازيك بخير، تبداي تشوفي بعدا عاد تشوفي الا كانت الدموع كذا غيشوفوا لك القناه الدمعيه باش ما نخلطوش كل شيء. اي سيدي فهمتي، حاجه بحاجه صافي فهمتي. وهذا العمورية ديال الماء اللي في عيني كل ساعة هابطي تحقق هذاك الماء والماكلة، الماكلة في عينيها. هذاك الشيء باش قلت لك أول حاجة بعدا ديري اللازر باش يتحل هذاك الغشاء اللي موسخ. الله يجازيك بخير، شكرا. مرحبا لالا، مرحبا. طيب حبيبتي زهور شكرا لك، وتنتمنى نريح المستمعين ديالنا ويكونوا طمأنوا. غادي نمشيو ناخذوا دكتور، كيظهر لي اخر مكالم، نقولوا مع ديره ما قدرناش ناخذوا مكالمات اكثر لضيق الوقت والتزامات الدكتور محمد شعبي، تا هو مسكين الله يكون في عونه، مازال تبعوا مشوار نهار كامل. غادي نمشيو الناس في لاصال داتون تعطلنا بصح. طيب دكتور سعيد كيتسنانا، غادي نمشيو سريعا ناخذوا اتصال ديالو وبغي غادي نختموا. سي سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخويا تفضل. مرحبا دكتور معك. كيدير بخير. سلام سي سعيد، مرحبا. عفاك دكتور، ما انا دابا عندي نظر ناقص بزاف الى، ولكن دابا هذا المرض ديالي بغيت نعاودو لك، واش بحال دابا انا مثلا بحال شي جاجه ديال الطوموبيله اللي كتحط عليها الصابون كنشوف عاد القنات فهمتي، ولكن مشيتي عند الطبيب قلب لك الشبكه. قلبت الشبكه قال لي ضعيفه الشبكه. لا واش انت زهري ولا عندك شي مرض؟ ولا عندك شي مرض وراثي يعني من غير زهري؟ وراثي، زهري. لا وراثي عرفناه، زهري وراثي. واش عندك شي مرض واحد اخر؟ كاين بعض الامراض بحال بوتليس، لاغيتيني بيغمونتير، بحال مرض البيست، بحال كاين شي مسائل اللي كتكون فهمتي. اما لك انت زهري بزاف. عندي انا واحد اصلا زهري، ولكن داك تخديت واحد الضربه صغر العينيه اثرت لي على العين ودوزت لي بحال دوزت لي المرض العين الاخرى فهمتي. نعم. ودابا انا ملي كنمشي عند دابا ملي كنمشي عند الطبيب كيخرج لي التقاطر ديال الطونسيو بحال العين، هذوك البلايص اللي كنشوف فيهم بحال داك الشيء ما كيتحدش بحال غادي وكيتغطاو، هذوك البلايص اللي كنشوف فيهم شويه بحال غادي وكيتغطاو. دابا انت خصك تمشي لعند المركز ديال ضغط العين، كاين مركز في المغرب اللي هو مختص في الجلوكوم، لان ملي كدير التقاطر وكدير الدواء ومع ذلك عندك الحق البصري كيتاثر لك، اذا عندك المرض مازال غادي كيتطور، دونك خصك تمشي عند المركز باش يعرفوا فين كاين الاشكاليه، لان كاين كتاخذ الدواء كل مريض غادي خصو يوصل لواحد الحد ادنى ديال الضغط في العين، راه ماشي كلشي غادي يكون عنده 16 هي الضغط العادي، كاين اللي 16 بالنسبه لعينه راه كثير عليه. اشنو اللي غيبينها بان كثيره؟ ملي غيدير لك دوك الفحوصات متتاليه وغادي يلقى بان واخا الطونسيوم قاده كاين هناك تدهور في الحقل البصري، اذا خصو ينزل اكثر من هذيك 16، ربما خصو 14 او 13 او 12، ولهذا فكاين مراكز اللي مختصه في هذا الشيء باش ماشي تبقى تضيع الوقت، انت كدير الدواء وكتشوف الشوف كيمشي، خاص بعدا هذا الشيء اللي عندك ما يمشيش لك. بارك الله فيك دكتور. فينا بلاصه دكتور من عند مشي؟ كاين في المحمديه واحد المركز، ما نقدوش نقولوا الاسم ولكن راه معروف في المحمديه. نسولوا عليه. بارك الله فيك دكتور، شكرا. شكرا اخويا سعيد، الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. واللي تواصلوا معنا تنشكرهم على المحبه ديالهم، واللي ما قدرناش ناخذ المكالمات يعذرونا، ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. طول العمر كنكون ديما سعيده كنستقبلك اكيد. انا كنكون سعيد الخميس الصباح. وتنصلوا الرحيل ضروري. فعلا كندور المغرب كامل. ان شاء الله، وموعدنا يتجدد ان شاء الله الاسبوع القادم. بقيت يوم